What's cooking اليوم مع دلال ومع ماجي اكيد. بونجور دلال. هاي تينا، كيفك اليوم؟ منيحه وانت؟ كنت عم تقولي لي انه وصفتنا سريعه وطيبه مستهلة. اكيد صح. اليوم وصفتنا لمحة من ماجي هي الارنبيط مع مرقه الدجاج بالاعشاب الطبيعيه، بدنا نضيف لها الدراي توميتو، البصل، الفتا تشيز يلي بدنا نشتغلهم على نار بالاضافه لبيض. هلا كمان بدنا هيك نشجع المشاهدين يعملوا البصل والثوم مشوي بالفرن مع مرقه الدجاج بالاعشاب الطبيعيه. هيك قبل ما نبلش وصفتنا خلينا كمان نرجع نضوي تينا على مكعب مرقه الدجاج بالاعشاب الطبيعيه. وهون بدي اقول انه ماجي اضافت للمكعبات المعودين عليها ان كان دجاج لحمه او خضره مكعب مرقه الدجاج بالاعشاب الطبيعيه، يلي بنرجع بنذكر انه اذا طلعنا بالعلبه بنلاقي انه الكفر مغير، الحجم مغير. المهم بدنا ندوي شوي على المكعب. بدي اقول انه هيدا مكعب معمول من مرقه الدجاج والاعشاب الطبيعيه، الملمس تغير. المهم بدنا نخبر شوي المشاهدين شو هي الاعشاب والبهارات الطبيعيه. اليوم عم نحكي على كركم، بصل، ثوم، بهار اسود، عود قرفه، بقدونس، حب الهيل. كل هول الاعشاب والبهارات تينا مطحونين وممزوجين بمرقه الدجاج. وهون بدنا نقول انه بدنا نرجع نذكر المشاهدين مثل ما كل مره عم نقول انه على طول على طول وقت نستخدم حيلا مكعب من ماجي ما بنضيف ابدا ابدا ملح، لانه كل مكعب فيه ملح لثلاث اشخاص. وهون بدي اقول انه هيدا المكعب بيتميز عن غيره انه مش ضروري ابدا انه نذوبه بمي، لان متعودين على مكعبات ماجي اللي بنذوبهم بمي، يعني كل مكعب بيتذوب بنص لتر من المي. اليوم بدنا نقول انه هيدا المكعب ما بنذوبه ابدا، فينا نفتفته مثل ما هلا حنشتغل. خاصة انه في بعض الوصفات ضلال بدنا نزيد مكعب بس ما بدنا نزيد سائل، يعني بدنا نزيد نكهة بس ما عبالنا انه نزيد مي او مرقة. بقى هيدا المكعب هو لهيك شيء. هلا اليوم بالاضافه لوصفتنا حبيت هيك خبر شوي المشاهدين، تعرفي اذا عاملين فيليه سمك او دجاج حيلا شيء عملنا خضره مشويه، اليوم هيك حبينا نستخدم البصل والثوم. وهون بدنا نذكر كمان انه سبق واشتغلنا بالعديد من الحلقات على بطاطا مشويه، بروكولي مشوي، كيف بدنا نشتغلهم؟ اليوم حبينا نشتغل بالبصل والثوم، ضفنا شويه من زيت الزيتون، وهون بدنا نضيف اثنين من مكعبات مرقة الدجاج بالاعشاب الطبيعيه، بدنا نفتفتهم تينا بهيدي الطريقه مثل ما هون عم بشوفوا. ما بدنا ننسى انه كل مكعبات ماجي حلال. هون نحن زدنا شوية زيت عليهم مش هيك؟ زدنا زيت، لكن مثل ما هون عم بشوفوا ضفنا شوية من زيت الزيتون، حيلا نوع من الخضرة ان كان بطاطا، بروكولي، هليون، كوسا، باذنجان، نحن معودين نشوي بالفرن، بدل ما نضيف ملح، بهار ابيض، بهار اسود، البهارات يعني بازيليك، اوريجانو، حيلا شيء ارب دو بروفونس، اليوم استبدلنا بمكعب من الدجاج مع الاعشاب الطبيعية. هلا بدنا ندخل وصفتنا على الفرن تينا. شو بده الوقت هول تا يستووا؟ ماكسيموم 15 دقيقة. اوكي. نحن لقينا وصفتنا اليوم داخلها الأرنبيط ولكن كمان داخلها البيض، فينا نقول نوع من أومليت هيدي أو ما يعني كثير أومليت؟ ما كثير أومليت، ما كثير أومليت. بس إنه بدي أقول كمان قبل ما نبلش وصفتنا، بدي أقول إنه هيدي وصفة فينا نشتغلها بصينية نوضعها بالفرن، أوكي. يعني نشتغل كل المقادير سوا يعني. ونطبخها بالفرن مثل ما فينا نلوحها على نار. هلا اليوم أنا حبيت أشتغلها على نار لأن نفرجي المشاهدين كيف بدنا نشتغلها. أول شيء من شو معمولة وصفتنا؟ اليوم عم نحكي على ملعقتين من زيت النباتي، بصلة كبيرة مفرومة صغير، نص كيلو من الأرنبيط. هون بدنا نقول إنه نحن اليوم عم نحكي على الأرنبيط ني، ما سلقناه ابدا يلي فرمناه صغير، 50 جرام ل 100 جرام من الدراي توميتو. وهون فينا نستبدل البندوره المجففه بالبندوره الكرزه يلي بنقطعها اثنين، عم نحكي على 100 جرام من الفتة وخمسه بيض كاملين ممزوجين، اثنين من مكعبات مرقة الدجاج بالعشاب الطبيعية. إذا لاحظتي تينا قبل ما نبلش وصفتنا إنه اليوم ما عندنا ملح، ما عندنا بهار أبيض، ما عندنا بهار أسود أبداً، اكتفينا بمرقة الدجاج بالعشاب.
لكن بطنجرة مقلية على نار وضعنا شوية من الزيت. زيت نباتي؟ زيت نباتي. بدنا نلوح بصلة مفرومة صغيرة، نرجع نزيد الأرنبيت، نرجع لدراي توميتو، ما بدي أنسى البيض، مرقة الدجاج بالعشاب الطبيعية والفتة. هون يلي ما بحب الأرنبيت، يمكن في كثير ما بحبوا أرنبيت، نشجعهم يعملوا هيدي الوصفة، فينا نستبدل بالبروكولي أو بحيلا نوع من الخضرة، حتى مع الكوسة والباذنجان بتطلع بس طيبة. كمان يعني هيدي فرصة إنه ندخل الأرنبيت، لأنه نحن بمطبخنا ما كثير بنستعمله. صح ما كثير، لأنه كثير مفيد وطيب وفينا ندخله بطرق مختلفة يعني. حتى فينا نشوي أرنبيت يعني فينا بزيت طريقة البصل والثوم مع شوية زيت، يكون كمان أرنبيت ني نوضعه بصينية شوية من زيت الزيتون ونوضع معهم المكعبات. لكن ضفنا البصل ولا بدنا نلوح البصل على نار، أول ما يبلش يحمى بدنا نضيف الأرنبيت. هيدي وصفة سهلة من وصفة ماجي، رح يتقلى مع البصلة صح، ياخذ شوية لون رح شوية ما كتير يعني بيطرق أكيد. نرجع بنذكر إنه هيدي وصفة فينا نشتغلها بالفرن. لكن لوحنا البصل، رجعنا ضفنا الأرنبيت. فينا نعمل باذنجان كوسة مزيج من الخضرة. لكينا شوية زيت نباتي، بصلة مفرومة صح، أرنبيت مقصوص قطع صغيرة ني اكيد، بندوره مجففه او طماط سوريز صح، وجبنه الفتة قبل ما نزيد عليهم البيض المخفوق. هيدي لكم شخص فينا نقول دلال؟ شي 3-4 اشخاص ماكسيموم. ماكسيموم حسب الشخص قد ايه بياكل، حسب اذا عم بياكل شي حدا او لحاله يعني. صح، فينا نعملها ببرانش بغدا مع الخضرة، فينا نقدر يمكن بيضة كبورسيون ماكسيموم ايه، حسب قد ايه الشخص بياكل اكيد. تينا انا بحب وصية البيض لانه بحس الواحد فيه يتفنن كثير يعني، يدخل نكهات مختلفة بعدين طيب البيض صحي وطيب، البيض المقلي طيب. لكن مثل ما هون عم يشوفوا عم نلوح البصل مع الأرنبيت. حلو، بدنا نرجع نضيف الدراي توميتو. هون بنرجع بنذكر انه الدراي توميتو افضل فرمناهم صغير وكمان نقعناهم بزيت الزيتون، اذا مش منقوعين ما بنشتغلهم هن ناشفين ابدا. فوالا، نعرف انه البندوره مجففه بتعطي نكهه طيبه بالاكل. فوالا، لكن بصل، ارنبيت، دراي توميتو، بدنا نضيف البيض. تينا هيدي خرج هون بدنا نذكر ايه دلال كثير طيبه ايه. فيهم بكره يعني تروقوا. اكزاكتلي. بدنا نذكر انه هيدي من وصفات ماجي. فوالا، هون خفقنا بيض كامل تينا وضفناه، عم نضيفه بهيدي الطريقه. يعني عم نشتغلها شوي. هون بنرجع بنكفي خلط. كفي خلط. دل عنا نضيف 2 من مكعبات مرقة الدجاج ونختم بالجبنة. اوكي. هيدي وصفة كثير سهلة وكثير طيبة. حلو. فينا ناكل حدا سلال. فوالا، بدنا نضيف لها 2. بهيدي الطريقة. صوبين
الاعشاب بالمكعبات والبندوره المجففه. لك هيدي من الوصفات اللي كثير طيبه تينا. شفنا كيف دغري بسهولة خلط المكعب، يعني ضفنا بصل، قرنبيط، دراي توميتو، رجعنا ضفنا البيض، ضفنا اثنين من مكعبات مرقة الدجاج بالأعشاب الطبيعية. وهون بدنا نرجع نذكر إنه كل ما بنستخدم مكعبات ماجي أبدا ما لازم نحط ملح. كمان بدي أقول للمشاهدين، بقول أوقات إنه ملح كثير، لا ملحهم مش كثير أبدا، ملح مدروس كثير، ويلي بحب الملح هو بزيد. وبدنا نختم بجبنة الفتة. فوالا حلو. نحن بنذكر انه بالفرن حطينا بصل وثوم كمان مع مكعب ماجي وشويه زيت عم ينشووا. لما نرجع على التيستينج بيكونوا خلصوا. هيدي هي وصفتنا، ومنقدمهم مع ال روسيت البيض اللي حضرتها هلا دلال. فينا ندخل مع البطاطا كمان، نفرم بطاطا صغيرة ونلوح قرنبيط مع بطاطا، كمان بتطلع وصفة طيبة. رح نرجع معكم مشاهدينا بعد البريك على التيستينج. يعني على الوقت البيض خلص والبصل والثوم المشوي كمان خلص، خلصوا مع بعضهم بنفس الوقت. رح نعمل ريكاب سريع شو عملنا اليوم. بدنا نقول انه وصفتنا هي من وصفات ماجي، اشتغلنا بمرقه الدجاج بالاعشاب الطبيعيه، اشتغلنا بالبيض مع القرنبيط الدراي توميتو، جبنه الفتة. خلينا هيك نخبر سريعا، بطنجرة على نار ضفنا شوية من الزيت، لوحنا بصلة، رجعنا ضفنا القرنبيط المفروم صغير على طول على نار، ضفنا الدراي توميتو، رجعنا ضفنا البيض، ما بدي انسى اثنين مكعبات مرقة الدجاج بالاعشاب الطبيعية، وختمنا بجبنة الفتة. هيدي فينا نشتغلها ناكلها كبرانش كغدا مع سلاد حدا. وعلى جنب كمان حطينا شوية بصل، ثوم، زيت زيتون، كمان وضعنا مرقة الدجاج بالأعشاب الطبيعية وضفناها بالفرن. هون نرجع نذكر المشاهدين إنه اليوم ما وضعنا أبداً أبداً ملح تينا، لأنه كل مكعبات ماجي فيها ملح. هيدي وصفة سهلة وسريعة يعني هينة. وطيبة كثير، يعني صغار وكبار ما بدك كثير مكونات بحبوها. بعدين مثل ما قلتي إنه نحن قليل ما نشتغل بالقرنبيط، يعني هيدي وصفه مع قرنبيط. وبنرجع بنتذكر انه فينا نستبدل القرنبيط بالبروكولي او بحيلا نوع من الخضره، حتى فينا نضيف لها فينا نضيف لها شويه من الدجاج اذا بنحب، من القريديس، من المقاني، من السجق، انه فينا هيك. والخضره اللي شويناها بالفرن مثل ما قلتي نحن عملنا بصل وثوم، بس كان فينا نختار اي نوع خضره ثانيه. هي البروكولي، الباذنجان، الكوسه، وخاصه البطاطا، لانه اكثر شيء بناكله هيك البطاطا المشوي بالفرن مع الكوسه والباذنجان. فينا نشتغلها بزيت التضييقه مع مرقه الدجاج بالعشب تبعي. حلو. ثانك يو دلال. رح ناخذ وقت مشاهدينا ومكفيه مع باقي فقرات الارض. لكم على